احتلت أكاديمية انترناشونال ماريتيم أكاديمي المركز الأول ببطولة جبل لبنان يلي نظمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو، وهو أول نشاط رياضي لهالموسم لأسلوب القتال الحر الساندا فوق 18 سنة، بمشاركة أكثر من 50 لاعب ولاعب مثلوا أندية الأنطوني بعبدة بالأوريزون أدما، أمن الدولة، الجيش، الأمن العام، انترناشونال ماريتيم أكاديمي، شبيب الشياح، الويزي، جلادييتر، النجوم، بودا أدما، جولدن وتشامبس. وحلت انترناشونال اكاديمي الكسليك بالمركز الاول بالترتيب العام برصيد 50 نقطه قدام الشبيبه الشياح 46 نقطه والامن العام 49 نقطه. واقيمت المسابقه بقاعه الامن العام التابعه لمدينه كميل شمعون الرياضيه ببيروت، وحضر رئيس الاتحاد دكتور جورج نصير ونائب نعوم سعاده واعضاء الهيئه الاداريه. نصير وجه الشكر لمدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لتقديمه كل الدعم لانجاح البطوله ومساهمه نائب الرئيس الرائد ديمتري سكر وعناصره بلجنه الحكام والتنظيم. واختير افضل لاعب بالبطوله توني محفوظ من نادي بيل اوريزون ادما، كما اختير المدرب رائد ابو شقره افضل مدرب. ابرز الفائزين بمختلف الاوزان كانوا بالفئه بي حسان الروماني من الامن العام، توني محفوظ من بيل اوريزون، انطونيو جبور من الشبيبه الشياح، احمد البطل من الامن العام، شربي الفرح، وجوزيف صليبه من الشبيبه الرياضي الشياح. اما بالفئه ا فربح محمد الشاب واحمد قباني وامجد قباني من الشبيبه الشياح، كريستوفر ابي انطون من بيل اوريزون، اسعد مصلي انترناشونال ماريتيم، وعند الاناث ربحت جيسيكا الحاج من الجيش اللبناني، دينا مصلي ووعد مصلي من انترناشونال ماريتيم، وبولا فتوح من بيل اوريزون.